بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة الفسيخ، نشم النسيج. كل سنة وانتم طيبين حبايبي اللي طلبوا مني الفسيخ. اول حاجة هعرفك، الاول تختار السمكة الطازة ازاي. السمكة بتكون عينها بتلمع، وعرفك في سمك بوري وفي سمك طبار. طبار ده بيبقى سعره رخيص عشان محدش يضحك عليك. السمك البوري بيبقى عينها لها جفنة، جفنة من تحت، انما الطبار بتبقى نازل ازاز بتلمع، ويبقى بقها مدبب. شايفه ديت راسها بتبقى ايه، مدوره شويه يعني. والسمكه فريش وطازه اهيت، وما يكونش مجمد، ما يكونش في الثلاجه. وعندي بقى المقادير اللي هحدق بها بقى. خلي بقى الفسيخ 3 معالق ملح طبار، كل فسيخه هتاخد معلقه ملح كبير، ولو الفسيخه اكبر في الحجم هتزودي 1/2 معلقه كمان. ولما تيجي تشتري الفسيخ واللي هتملحيه يستحسن تجيب الكبيره شويه عشان تبقى فيها لحم شويه. وعندي 1/4 معلقه شطه، الشطه دي حلوه كويسه بتحمي الفسيخه. وعندي 1/4 معلقه كركم، دي بتديها ايه لون، شويه كركم اهو. وعندي 3 معالق زيت، وممكن تستغنى عنه. هنقلب كله مع بعض اهوت، الشطه في الملح في الكركم اهو، هنقلبه كله مع بعض اهوت، وابتدي احشي بيه بقى السمك. اول حاجه اعملها في السمك هبتدي الين من هنا، تتك من هنا، تضغطي بالراحه كده اهيت، عشان تفتح يعني السفايه اللي جوه تبقى مفتوحه، عشان لما تيجي تفتحي السمكه تلاقيها طريه معاكي يعني خفيفه. تضغطي عليها بحرص كده اهي، بس ما تجيش من البطن بتاعتها ولا تفتحي سمكة سمكة اهي. اجي من عند من اخر كده، من عند ديل السمكة كده، واضغط كده اهي بخفية كده اهي، كنا بتعمل لها مساج كده. والتانية اهي زيها، عشان ما تيجي تفتحي السمكة وهي لما تتخلل هتلاقيها معاكي بقى سايبة من السفية اللي جوه. شايفة؟ احاول اضغط عليها كده، بس ما اروحش يعمل البطن عشان ما تتفتحش منها. عليهم فيها شويه، اهم حاجه كمان تمسحي النخاشيش دي كويس بعد ما تغسلي. هتنيليها كده، تصفي الميه اللي فيه، الميه الحمراء دي، وبعدين تغسلي، وبعدين تجففي الخياشيم من جوه، ما يبقاش فيها اي بقايا دم ولا اي حاجه خالص. شايفين ناشفه ازاي؟ ومتى تنشريه يوم، سيبيه يوم كامل. هبتدي بقى هكون مجهزه معايا شنط بلاستيك عشان السمكه لو دخلها هوا هتبوظ مني. اول حاجه هبتدي بقى احشي السمكه اهي، افتح الخياشيم بتاعتها واحشيها ملح اهي، احشيها ملح كويس، املى الخياشيم ملح اهي. اشتغل ايدينا، شايفين ملقتش سمك كبير قوي، ده اللي لقيته موجود في السوق. حبايبي اللي طلبوا مني تمليح الفسيخ، الملح اللي هيفيض دوت هنرشه على السمكة من بره. أهم حاجة تملي الخياشيم ديت ملح كويس، إن شاء الله يبقى ملحها مظبوط وجميلة. هجيب بقى، ابتدي اجيب الشنط معايا اهي، شنط بلاستيك اهي تكون بيضاء في الاول كده، كل شنطه نضيفه بيضاء اهي، وابتدي احط السمكه اهي فيها، او كل سيخه احطها في سمكه في شنطه، واخليها بقى خلف خلافة. لو حتى 3 4 سمكات مع بعض اخلي واحده ديلها كده وواحده راسها كده اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الملح دوت ارشه فوق، لو عندك ملح من اللي هو الملح البحري الخشن كويس برضه حط. ابتدي بقى احط عليها الزيت، الزيت برضه بيحمي السمكة معايا. ابتدي بقى بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله كده، وابتدي
هطلع الهواء من الكيس اللي انا هحطه فيه، كيس البلاستيك هطلع منها الهواء، احط بقى في كذا كيس. اهم حاجه السمكه اللي ما تدخلش لهاش هواء. بس شنطه كده عندي بقى، هطلع الهواء من الشنطة. لو بكرت لازم تمام كده وتلزقيه. ولفتها اهي، لزقتها بلزقة اهي. هحط الشنطة. بس كده بطريقة سهلة وجميلة اهي. كيلو بربع 100 جنيه ده. وبعدين جربي التغليف في البيت اجمل بكتير. اهم حاجه هي ما تخشيش السمكه هوا. جربي بقى على طريقتي بقى، ما تنسيش تعملي لايك وشير، واللي ما عملش اشتراك في القناه يشترك لي في القناه حبايب قلبي. هنحطه بقى في مكان دفئ، يعني حطيه في مكان في فرن، في الخزنه بتاع الفرن بتاع البوتاجاز. كمان كيس غامق في الاخر 5 عشان يبقى ايه، ما يخليش فيه اضاءه على السمك. نحطه في مكان وناكل لمده اليومين الاولانيين اللي هم بتوع التخليل. هبتدي اقلب السمكه معايا، يعني لما تبقى يعني الفها كده كده هغيرها كده، ابتدي احركها كده 3-4 مرات كده، واحطه بقى 10 ايام هتبتدي تاكلي منه. 10 ايام